قتل وأصيب 6 من عناصر الميليشيات الحوثية في مواجهة مع قوات الجيش الوطني إثر محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي شمال غرب الضالع. وبحسب مصادر عسكرية فقد قتل 2 من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح 4 آخرون في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة أثناء إحباط محاولة تسلل في منطقة زيلا يعيس شمال غرب جبهة موريس. وفي سياق متصل استهدفت قوات الجيش والمقاومة في جبهة حجر عربة بي ام بي تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تتمركز وسط قرية الثوخب. وتشهد جبهة الضلع مواجهات متقطعة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية التي تدفع بين الفينة والأخرى بتعزيزات جديدة في محاولة لإحداث أي اختراق جديد على الأرض. أعلنت قوات الجيش الوطني اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الانقلاب الحوثية باتجاه مواقع الجيش في الجبهة الغربية لمدينة مارب. وذكرت مصادر عسكرية إن دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة الحوثية في سماء جبهة صرواح غربية المحافظة. وأشارت المصادر إلى أنه عند فحص حطام الطائرة تبين أنها إيرانية الصنع، وهو ما يؤكد استمرار النظام الإيراني في تهريب السلاح للميليشيات الحوثية. استهدفت نيران ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا المناطق السكنية وممتلكات المواطنين في البيضاء. وأكدت مصادر محلية إن قصفا حوثيا مكثفا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة استهدف منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة القوعة بمحافظة البيضاء. وبحسب المصادر إن القصف ألحق أضرارا بالغة بعدد من المنازل، فيما نفقت عشرات المواشي من الأغنام بنيران الحوثيين. وتسبب القصف العشوائي بحالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال. أصيب طفل برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية التحيتة جنوب الحديدة. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر محلي إن الطفل وليد عبد قليصي البالغ من العمر 12 عاما أصيب في الكتف بطلق ناري من قناص حوثي نقل على إثرها إلى مستشفى التحيتة لتلقي العلاج. وأضاف أن الطفل كان يلعب أمام منزلهم وشنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفا هستيريا على منازل المواطنين شرق مديرية التحيتة، ما أجبر العشرات من المواطنين إلى النزوح من بيوتهم إلى مناطق أخرى.